السفينة. وقف السفينة يا كاجو، وقف السفينة، أنا مش مسافرة معاكم. أوه، صحفية ما زالت هنا؟ أنا يحسب يروح. لا مشكلة، لا مشكلة، لا مشكلة، هذا من حسن حظك أنك ما زلت معنا هنا. كيف من حسن حظي وإحنا بنص البحر؟ لا مشكلة، أنت ستذهبين معنا إلى الجزيرة ثم إلى جيبوتي. هناك أسر عالقة، أسر تتألم، أسر لازم عالم يألم. بس كيف أنتريك صحفية؟ أنت لازم يروح يصور، ما في مشكلة، بعدين أنت يرجع معنا عدن. بس يرجع معانا وانت صرتي صحفية كبيرة مشهورة ويستلم جائزة كبيرة دولية. تصفيقة كاجو، انا دائما حلمي اني اصير صحفية مشهورة. لكن ها صحفية، انت ما انسي كابتن كاجو لما يستلم جائزة دولية. مستحيل أنا ينسي قبطان كاجو. خلينا ناخذ سيلفي. مامي، أنا مسافرة جيبوتي يومين وراجعة بسفينة الأمم المتحدة مع طاقم أفارقة رائعين ويمنيين كمان، فما تقلقيش ولا تخافيش. الحمد لله إنني لقيت إنترنت عشان أطمن أمي. ياس ها كابتن كاجو. هما علم وينك ديانك ديانك؟ انا هنا يا معافى. كله سببك عامر يا مور.